في ظل أزمة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، اتخذت الحكومة الحالية قراراً بخفض سعر التصريف إلى 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، وذلك بعدما لمس السعر في السوق المحلية 1750 ديناراً للدولار. وحدد البنك المركزي سعر 1300 دينار لشراء الدولار من وزارة المالية و1310 لبيعه للمصارف عبر المنصة الإلكترونية و1320 لبيعه للمستفيد النهائي، لكن سعر الدولار في السوق الموازية بقي عند عتبة 1400 للشراء و1550 للبيع وفقا لأصحاب شركات صيرفة. الحكومة بررت قرار التخفيض بأن قرار تخفيض سعر الدينار إلى 1450 مقابل الدولار لم يحقق أهدافه في التنمية، وأنه يعد نمطاً من أنماط السياسة النقدية المتشددة لمحاربة التضخم ومكافحة الأنشطة التضخمية التي ولدتها الأسواق غير مكتملة الشروط. وكالة بلومبرج إيكونوميكس قالت إن إعادة تقييم سعر الصرف لن تحل المشكلة لأنها لا تغير المعروض من الدولارات التي تدخل السوق، وبدلا من ذلك فإنها تزيد من اعتماد العراق على النفط، خاصة عندما يقترن ذلك بزيادة الإنفاق الحكومي. بدورها نقلت وكالة فرانس بريس عن خبراء في الاقتصاد تحذيرات بأن التحسن أمر مؤقت، لافتين إلى انخفاض الطلب حيث ينتظر مشترو الدولار الحصول على الدولار بسعر أقل من البنك المركزي. خبراء في الاقتصاد رأوا أن قرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار يحمل أهدافاً عدة، منها تحقيق وعد انتخابي لبعض القوى السياسية المشاركة حالياً في الحكومة، وخفض التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار صرف الدولار على اعتبار أن أغلب السلع المنتشرة في السوق المحلية مستوردة ومرتبطة بالدولار، ناهيك عن هدف جر سعر السوق الموازية للدولار إلى انخفاض. كذلك أكد الخبراء أن الإجراء الحكومي لن يحل الأزمة الحالية لأنها تتعلق بالحوالات المالية، لذلك فإن العراق بحاجة ماسة إلى الامتثال للمعايير الدولية لإعادة جريان الحوالات.